لا مجال، أنا بقولها لا مجال لأي خطوة فردية من أي أحد. هناك التزام كامل بالاعتصام، إحنا مرتبينه بالكامل بكل ما تعني الكلمة. مطلوب منا فقط أن نجلس في هذا المكان حتى نحصل على حقوقنا، وإحنا مش مروحين، وإحنا معكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام.